وتنتمنى يكون عنده شي نهار شي ساعه ونكون انا وياه في التلفزيون المغربي وجها لوجه ونصرحوا للشعب. نصرحوا للشعب شكون اللي غلط وشكون اللي على صواب، وماشي عيب الانسان يغلط، لان باب التوبه دائما مفتوح. باش ما تدعيوش معايا الله يتوب عليه ويغفر له ويبدل هادشي ويصلح ما تبقى. طلبوا على الله يصلح ما تبقى ويرد الخيرات الى اصحابها ويعطي الاموال الى اصحابها المستحقيها. هو تيمشي للفقير وخلى واحد اللوبيات، والله ما تتحسب بالدرهم بالله، والله اعطيتهم 20 درهم و50 و100 و200 الزرقاء ما يعرفوها، تيحسبوا غير بالدولار وبالاورو. صباح تيمسح لهم الاحذيه ديالهم، لان الزياده في المحروقات حرام تكون. تنأكد لكم في هذا رمضان واخا تجي الخليج كله ويعطيونا المحروقات بدرهم وبدون مقابل، هذا رئيس الحكومه غيبيع لنا ب 7 و 8 دراهم، لان تياخذ 6 في 7 دراهم بالضريبه. الضريبه تياخذها لجيابو وتيخليوها للناس. داكشي في الاول قلنا حرام تاخذ 6 دراهم في 7 ديال الضريبه وتقهر الشعب المغربي، لان اللي تقهر هو مول تريبورتور، هو مول الهوندا مسكين اللي تينقل فيها الصخره للناس، هما اللي تيركبوا في الطوبيس اللي تزاد في الثمن، اللي تيركبوا في الطاكسي اللي تزاد في الثمن، والناس اللي عندهم معلم او وظيفه صغيره مسكين اللي عنده ذاك الطوموبيل صغير وهاد ليسونس تيشريها بثمن معوض، هادو هما اللي تقصحوا. اما هاد الاغنياء اللي تيهضر عليهم وتيكذب علينا، 1000 درهم في الشهر ما تيحش بها الخوز، 1000 درهم تيكميها في سيجاره عباد الله، يخسرها في شهر ماشي مشكل. الله يزيدو، وانا كان اخويا اعتني بالفقير بالدرويش، هادشي اللي تنقولو حنا، ما عندنا حتى شي اشكال مع شي واحد. ولكن حنا في هذه المناسبه غنزيدكم غير التعليم، التعليم والفضيحه ديال البكالوريا. ايوا جات الفضيحه الطنطان قالوا الشيفور، تنترحموا على داك الشهداء. جات الفضيحه الكبرى استشهاد ديال الوليدات ديالنا فواد الشراد قالوا المدرب. جات البكالوريا جا رئيس الحكومه قال لهم اللي دار هذا الشيء خائن الوطن. ايوا خويا انت اللي داير هذا الشيء، شكون اللي داير؟ الحكومه.